البعز. في نفس الكلمة التي توجه بها السيد رئيس الجمهورية أكد على ضرورة التشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع. برأيكم هل ما زال السيد رئيس الجمهورية عندما يتحدث عن ثقافة القيمة، التشجيع عن العمل الاستهلاك التونسي، القطع مع الكسل، القطع مع ثقافة الغنيمة، هل ما زال الرئيس السعيد يملك سلطة رمزية كتلك التي انطلق أو كانت عنده في أيامه الأولى من اعتلائه كرسي قرطاج؟ شكرا أستاذ حسين، شكرا لك، شكرا على الدعوة الكريمة. هي إذا كان معكم، هو أخي عندما نبدأ، يعني من أين نبدأ يعني في التعليق على يعني خطب الأستاذ قيس سعيد؟ يعني قلتم يقول التشجيع على ثقافة العمل، ربما أعيدك إلى مكان يعني تعرفه جيدا، يعني سيدي بوزيد، المعتمدية الشرقية القديمة، وين تو يعني وين المرشيات الزوز بتاع الخضرة، يعني كان فيه المسؤول على الفلاحة في سيدي بوزيد في الستينات، مشهور جدا، رجل اسمه أحمد الشابي، لا أدري، نرجو أن يكون يعني أحياء في ما زال صحة جيدة. في أحمد الشابي كان مشهور عليه في روايات يعني الجيل الذي عاصره آنذاك، أنه يجي يلقى بالعشرات الناس بالبرانيس متاعهم ومكبوبين يطيبوا في التاي، معناها يسد البراريل، يهز البراد السخون ويصب على رؤوسهم كما هكا ويقول لهم برا امشوا اخدموا. ألور التشجيع على ثقافة العمل يعني ثم أماكن للعمل. كان عمل الشوانة الكبرى اللي معروفة، يعني اللي طالب العمل موجود العمل، اللي ما يحبش، هنا جت فلسفة التشجيع على ثقافة العمل. إذا كان تجي البلد اليوم فيه أكثر من مليون بطال وتقول التشجيع على ثقافة العمل، يعني عندك موارد وأماكن عمل والناس ما تحبش تخدم، يعني كلام يقال هكذا إنشاء أكثر منه أي شيء آخر. التشجيع على ثقافة العمل. اثنين، التشجيع على استهلاك تونسي، محلاها الجمله، قديش تدغدغ فيك برشا مشاعر وطنيه، معناها اي، وتلافز اللي يوميا والشوارع في اللافتات متاعها والردوين والكل والاشهار كله، يعني تشجيع على الاستهلاك ببضائع ولغات يعني معناها افرنجيه. شنو هو اللي موجود في البلاد يشجع على استهلاك تونسي؟ وبالتالي أيضا معناها كما رأيناه يقف كأنه إمام أمام الأعراف، يستحثهم على أنهم يخافوا ربي أكثر منه أنه عنده قوانين يعني قادر على فرضها. اليوم أيضا يتجه هكذا بخطاب أخلاقي إلى الناس بجاه ربي استهلكوا تونسي، والحال أن المحيط كله يقصف الناس نحو أنهم ما يستهلكوش يعني تونسي. هذا مزوز مسائل من ضروري التوقف عندهم ونحن نحلل يعني خطاباته. وكما كنتم يعني تقولون، مسألته ممكن الأستاذ حسام ناولها معك مليح، يعني في جملة، في زوز جمل تجد خطابان متناقضان، التأكيد على أدوار الدولة الاجتماعية والدعوة إلى التقشف. هو الحال أن التقشف هو التقشف يعني في تلك يعني الخدمات التي توكلها الدولة أو التي تقوم بها الدولة أو التزامات الدولة تجاه مجتمعها. وهات نحلوا استاذ حسين، هات نتكلموا بالفلاقي، علاش قامت الثورات في تونس؟ علاش بالضبط؟ يعني ما عندك احزاب ولا عندك ناس نظمت ومع ذلك اندلعت ثوره عارمه، على اعتبار لحظه التغير في المنوال، معناها في التنميه، من ايكال ادوار كبرى الى الدوله الى تجريد الدوله من كل سلطانها الاقتصادي وابقاء جلدها لحماره. ايش صار؟ الناس او من توجد دوله، يعني الناس اللي قررتهم الدوله لحظه اللي قراوا وتخرجوا او اصبحوا قادرين على العمل والدوله غير قادره على استيعاب المنتوج الذي انتجته بيدها، ثار الناس. اي شنو يعني مساله تخلي الدوله عن ادوارها الاجتماعيه ما جتش اليوم وما جتش في 10 سنين كما يقول يعني الكذابون، لا، نقول في 10 سنين عجزت الدوله أنها يعني تعيد الاعتبار إلى سلطانها الاقتصادي الوجاع النفاع كما يقال.
يعني أنها أدوار في الصحة والتعليم نعم والنقل والسكن وهذا المسائل كلها تم اغتيالها في تونس منذ التسعينات. لكن 10 سنين أن ما قدرناش نعيد إلى الدولة أدوارها الاجتماعية، هل النخبة اللي حكمت واللي تعارض تفكر في هذا الأمر أم أنه مجرد شعار يزايدون به على بعضهم؟ أرجو أننا يعني نطرحه ونحن نتقدم في النقاش. لكن أستاذ